أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم سادة الحضور جميعا، سيدات وسادة، ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكل السادة النواب من الأخوة والأخوات في تحالف البناء أجمل وأعز ترحيبا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ونبارك لكم أول اجتماع للهيئة العامة لتحالف البناء، ونأمل أن تكون بادرة خير للعمل البرلماني العراقي في دورته الحالية. هذا التحالف المبارك الذي يحمل مشروعا مقدسا هو مشروع الوطني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق المعاصر، مرحلة ما بعد الانتصار الكبير الذي تحقق للعراقيين جميعا على الإرهاب الداعشي وتجاوز الطائفية البغيضة بكل فخر واعتزاز. ولذلك فتحالف البناء ولد من رحم المعاناة ويحمل هموم ومعاناة الشعب العراقي. أيها السيدات والسادة الحضور، تشكل هذا التحالف المبارك نتيجة لإرادة حقيقية لكل الأخوة المؤسسين، فرغم الضغوطات السياسية الكبيرة الخارجية منها والداخلية لمنع من تشكيل هذا التحالف، إلا إنه تشكل ولم تثني القادة من المضيء في هذا المشروع الوطني الكبير لاعتقادهم بأهميته وحاجته، فهو ليس تجمع عشوائيا من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، وإنما هو مشروع وطني متكامل. ولذلك تقع علينا مسؤولية كبيرة، أنتم ونحن، أن نحافظ على هذه المؤسسة، أن نحافظ على هذه الأمانة، أعني بها تحالف البناء، وإن شاء الله نستطيع من خلال هذا التحالف المبارك أن ندعم المؤسسة التشريعية لتشريع القوانين التي تصب في خدمة الشعب العراقي العزيز. وكذلك يساهم هذا التحالف، تحالف البناء، مساهمة فاعلة في الدور الرقابي البناء للحكومة القادمة إن شاء الله. وهذا يتطلب منا تحويل هذا التحالف المبارك إلى مؤسسة متكاملة تتوزع فيها الأدوار وتشخص فيها المسؤوليات من خلال نظام داخلي يحكم سير العمل في هذا التحالف. وكذلك يتطلب منا جميعا التعاون والتفاهم والعمل كفريق عمل واحد متماسك ومتجانس يكمل ويعضد أحدنا الآخر. نحن عازمون على النجاح إن شاء الله، ولا خيار لنا إلا النجاح في المرحلة المقبلة، وسنبذل كل الجهد من أجل دعم الحكومة القادمة، وسنحمل الأمانة بكل صدق ووفاء إن شاء الله. عازمون على محاربة الإرهاب حتى نهايته بشكل كامل، وتطهير
كل الأرض العراقية من بقايا الإرهاب والخلايا النائمة، عازمون على تجاوز الطائفية ولا مجال للطائفية في العراق إن شاء الله، وعازمون على محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه. وسندعم أي جهد للحكومة القادمة في محاربة الفساد، عازمون على إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وبسط سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها إن شاء الله، وعازمون على تحقيق المصالحة الوطنية في العراق وتشكيل تحالف البناء، هو أكبر خطوة بهذا الاتجاه. عازمون على بناء علاقات خارجية متوازنة تصب في مصلحة الشعب العراقي، خصوصاً مع كافة دول الجوار، وعازمون على تقديم الخدمات وخلق فرص العمل المناسب لكل أبناء الشعب العراقي. عازمون على التعاون والتفاهم مع كافة التحالفات السياسية من أجل إنجاح المرحلة القادمة، فقلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة لكل التحالفات من أجل بناء العراق الجديد وتقديم الخدمات كما يستحقها الشعب العراقي. أتمنى لكم كل التوفيق والتسديد، وأتمنى أن تدام هذه الاجتماعات بشكل دوري. شكراً لكل الأخوة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.